ده باعترافهم، ده في ولا فتوى لعملية كبيرة حصلت إلا بيقولوا التبرير بتاعها قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هم بنفسهم. الحوار اللي قلت لكم عليه امبارح بتاع السيد عماد الدين أديب الإعلامي الكبير مع الأخ اللي كان في عملية الوحدة، تعالوا نشوفه. للحظة لما تيجي تنام بالليل ضميرك ما بيأنبكش إنك تكون قتلت واحد من بلدك من دينك؟ ما هي هو كان نتكلم عن بلدي، الرسول عليه السلام قتل أعمامه بس كفار يا رجل. بالضبط، كانوا يشركوا مع في في كانوا يجعلوا لله بس قرابة، يعني 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 حفتر زي كفار قريش؟ لا بالضبط، ما لا في اختلاف، حفتر طبعا كفار قريش كفار أصليين، كفار قريش كفار أصليين، بينما طبعا نحن عندنا طبعا أي واحد يتوضأ يخرج بناقض من نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء، الإسلام كذلك في نواقض، وكذلك شرح ابن تيمية وكذلك شرح شيخ الإمام. بس أنت بتخرج إنسان عن الدين والملة وأنت لست مؤهلا بالفتية في هذا الموضوع. ها ايه رايكم؟ بصوا خلي بالك كلمه الاصليين اللي احنا قلناها في الورق ده بقالنا اسبوعين، دايما الكافر الاصلي غير الكافر المرتد غير المرتد بالشرائع غير المرتد، ده هو حافظ كويس. فهو ده عشان بس ما تضحكوش عليكم ويقولوا لكم ده واخدين مليون دولار مليون دولار ويموت وبعد كده مين يعمل ايه بمليون دولار. دي ناس عقائديين